السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شفنا في الفيديو السابق ولا في الحلقة السابقة تكلمنا على الجيميل اللي جا من عند اليوتيوب على حساب الاستمارات الضريبية اللي خصها تملأ، والناس يعني لحد الساعة مازال خيفانة من هذه القضية، وكيقولوا حتى اللي ما عمرش هذا الشهر غادي تحتسب يعني كعايش في الميريكان غيوصل اقتطاع 30%، ولكن هذه المعلومة راها غلط. اخر اجل اخواني اخواتي هو 31 ماي من هذه السنه، يعني 31 ماي من هذه السنه هو غادي يكون اخر يوم لملء هذه الاستماره. فلهذا اليوم جيتكم بهذا الفيديو توضيحي لملء هذه الاستمارات الضريبيه، خليكم معايا. كيف قلنا اخواتي يعني الناس مازال داخلين في هذا الامر، فلهذا قررت اليوم باش ندير هذا الفيديو على كيفيه ملء هذه الاستماره. يعني وكاين بعض الناس اللي تيقولوا الا ما عمرتيهاش دابا راه غادي تولي يعني بحال مشاهد بحالك عايش في امريكا وغادي تقتطع لك 24 حتى 30%. هو كيف قلنا في الحلقه السابقه ولا الفيديو السابق، يعني هذه الاستماره عندها حتى الحدود 31 من شهر 5، يعني 31 ماي. فلهذا خليونا دابا نشوفو، غنحاولوا نمشيو خطوه بخطوه الى حتى نكملوا هذه المهمه ان شاء الله. خليكم معايا. حساب ادسن غادي تدخلوا، انت اللي كتشوف اداره المعلومات الضريبيه مثل المعلومات. المهم اي واحد يعني عنده حساب ادسنس قديم ولا جديد راه غتجي هاد الاستمارة ضروري ما يعمرها. اولا غنمشيو إضافة المعلومة الضريبية، فعلا ضروري ما دير الجيميل ديالك والقين السري باش تدخل. نمشيو للتالي، هنا قال لك معلومة عن الضرائب في الولايات المتحدة للعثور على نموذج ضريبي. المهم ما هو نوع الحساب، فردي او كاين مؤسسة غير فردية. حنا غنديرو يعني الا كنتي شخصية غدير كنتي تابع شركة غدير تحت الإذن، حنا فردي غنختارو فردي. نمشيو للتالي، قالك هل أنت مواطن مقيم في الولايات المتحدة؟ نعم أو لا. إحنا ما مقيمينش في الولايات المتحدة، غادي نمشيو لا. طبعا التالي، المهم هل أنت مواطن مقيم في الولايات المتحدة؟ بالفعل بالطبع لا، كنختارو لا. إذا نختار نوع النموذج الضريبي، استنادا الى الاجابات التي اخترتها يجب نموذج 8 ذي. غالبا ما يتم استخدام هذا النموذج من قبل افراد غير امريكيين، ويمكن ايضا استخدامه لطلب الاستفاده من مزايا المعاهد الضريبيه. غنشوفو هذا المزايا، فتح نموذج. اذا هنا هانتوما كنشوفو اسم الفرد، اسم ديالي، شركه المهم شفنا كما درت يعني الرقم البطاقة ديالي، ان غنزيدو نكملو الثانية. المهم شفنا اخوتي كيف ما عمرت رقم البطاقة التعريفية وعمرت يعني العنوان، غنمشيو للتالي. نشوفو التالي، التوليد المطالب بنسبة اقتطاع اقل موجب معاهدة ضريبية.
غادي نمشيو نختارو البلد اللي بغينا فيه يعني المهم غنمشيو خدمات نختارو ادسنس عائدات حقوق ملكية منتظمة الإنجليزية الثانية المهم مشينا للتالي بعد ما عمرنا العنوان والمسائل الأخرى هنا قال لك سيتم إنشاء المستند الخاص بقوة الطريقة نموذج ممكن أن نرجع للمستند الخاص بقوة الطريقة غنمشيو للتالي التالي أقر هنا غنمشيو نكتبو الاسم ديالنا بالكامل يعني كتوقع الآن هو الشخص المدرج في قسم التوقيع نعم أنا هو الشخص أوكي غنمشيو للتالي ونشوفو شنو من بعد نشطر الخدمة اللي سنحل الأجرة الفرد أو الكيان المهدمة جوجل هنا هاد الصفحة اللي جاتنا قال لك أسيدي الآن نشطر الخدمات التي تم تنفيذها في الولايات المتحدة وإفادة رسمية الأجرة الفرد أو الكيان المهدمة في مستخدم مصاح جوجل في الولايات المتحدة نعم لا أنا ما عمري جريت شيء ربح من الولايات المتحدة ولم أقر بأنه سيتم تنفيذ الخدمة المقدمة لشركة جوجل أو الشركة التابعة لها خارج الولايات المتحدة فقط وبأن الموقع الفعلي لأي عمل أو رأس مال لمالك المنشآت أو الأدوات الأخرى مستخدم تقديم الخدمات يكون خارج الولايات المتحدة أختار هذه هي إني أقدم عمل الخدمة الشخصية جديدة إنني أقدم معلومات ضريبية خاصة بملف شخصي جديد أو حائل الدفع لم يسبق له تلقي دفعات إني أقدم على المدرب خاصة من الشخصي حائل الدفع لم تلقي دفعات يعني لا عمرك تلقيت شي خلصة ولا شي دفعات من الأدسان ضروري ما تعلم بها وكذلك العكس صحيح أنا ما عمري خليت سنت من الأدسان فلهذا تلقي دفعات أوكي غنمشيو الإرسال طبعا الله يا مسهل بعد ثواني ويجينا الحمد لله قال لك الحالة سيدي مقبول تاريخ الإرسال 22 مارس الجهة التي أرسلت المعلومة تك 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 يعني يا أخوتي أنتم شفتوا هيا الحالة قال لك مقبول يعني الأمور ما معقداش بزاف غير على حسب كل واحد وفي الدولة المشكله اللي تابعه لهاد المعاهده ولا ما تابعش وباش غتعرف هذيك الدوله ديالك تابعه للمعاهده الامريكيه ولا ما تابعش كاين دابا نخلي لكم في الوصف هذا السايت منه غادي يمكن لك تشوف واش الدوله ديالك عندها معاهده ولا ما عندهاش المهم انا اللي كنت مقيم في هولندا غادي نشوفو نيدرلاند ها هي كاينه يعني كاينة معاهدة مع أمريكا يعني غيتم اقتطاع 15% أما لما الدولة اللي ما عندهاش معاهدة أمريكية على الضريبة فغيتم اقتطاع كأنك مقيم في أمريكا يعني 30% من الأرباح ديال أدسنس يعني إخواني كيف شفنا قضية سهلة مهلة ماشي صعيبة تبع الخطوات بتأني غلطتي يمكن لك تعاود مرة أخرى ماشي مشكل كيمكن الموقع يتجاهل التغييرات اللي درتي ونطلبوا من الله التوفيق للجميع
ونطلب من الله مرة أخرى نكون يعني أعطيت واحد الإفادة ولو صغيرة في هذا الفيديو. والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي.